دي 4 ستندات، كل ستاند 4 متر في عرض متر بالظبط، طبعا شامل الشبك بتاعه. الشبك الستاندات دي معمولة بنظام المسامير، يعني سهلة في الفك والتركيب، ممكن تتلحم عادي. ده ستاند وده ستاند وده ستاند وده كده ستاند. ده التكييف كارير 5 حصان، تمام. ودي الصاج اللي بيجمع التكييف على بعضه اللي هو الهواء، تمام. ده شفاط، تمام. الوحدة بتاعت التكييف ورا الناحية التانية، دي وحدة التحكم بتاعت التكييف.